أكرروا بهذه الجملة صح عيدكم، لأن من التقاليد تاعنا في بلادنا أن في كل أعياد تكون مناسبة باش نتصالحوا، باش نحاولوا نتجاوزوا كل الخلافات ونروحوا للجيران للأقارب ونطلبوا منهم السماح باش نحاولوا نتجاوزوا كل الخلافات. إذا أنا أضم صوتي لصوت أخي فيما يخص الدور تاع قيادة الحزب. نحن في حاجة إلى الوحدة. إذا تعلمنا أشياء من الحراك ماشي باش نركبوا الموجة، هو أن الموجة وصلت كل الأحزاب وتطلب من كل أحزاب أن تتغير. وحيت جبهة التحرير الوطني واجب عليها أن يتغير، أن تكون قطيعة بالممارسات اللي تألمنا منها. احنا كنواب عشنا في البرلمان أوضاع منها لأن حسينا بالتمسك، حسينا أن ضد الإرادة تاعنا كانت بعض ممارسات اللي عشناها وإن شاء الله ما نزيدوش نعيشوها. من بينها الحدث اللي صار وكل واحد هو يتذكر هذا. إذا إن شاء الله أن هذا الجو تاع الانقلابات إن شاء الله أن يزول، إن شاء الله أن تكون الوحدة في صفوفنا معنا. واليوم أنا رايحين نشتموهم ونمسوا العائلة تاعهم كيف واحد ضربه في حجرنا ومن بعد نرميوه. لا، أنا تمنيت لو الجلسة هذه تكون جلسة تاع صلح، تمنيت لهذه الجلسة هذه تسمح لنا وننبر بالكلمات اللي قالها الأخ أن تكون يد ممدودة. لأن عندما نتكلم عن الوحدة، الوحدة هي مع واحد اللي تكون متخاصم معاه ونطلب منه أن باش يلتحق بيا، ولكن نحترمه باحترام ماشي نقولوا كلام اللي من بعد الإنسان يتدمر كي يكون وحده في بيته. علاش هذا الشيء؟ كده واحد يتربى في وسنا ومن بعد نرميوه. واجب علينا، واجب على القيادة أن توحدنا. هذا اللي ننتظروه، وعندنا موتوا المثل الأعلى اللي عشناه، الشهداء هما اللي بينونا هذا. أنا أطلب بكل تواضع لأنها إلا مناضلة بسيطة أن تكون الوحدة في صفوفنا، أن حتى الأخ اللي تكلمت عليه اليد ممدودة ليه. وعلاش نرميوه؟ لازم نتقربوا منه. إن الآن ننظن باللي تعلمنا حاجة من الحراك هي خوا. الحراك علمنا كثير من الأشياء. لازم الوحدة، كيف حبينا نديروا الوحدة مع الشعب وما نديروش الوحدة بيناتهم. لا 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 لا، خليني نكمل خاطر أنا مانيش موافقة ناخذ الكلمة، ويجيني صعيب مرات باش نتكلم، ولكن النداء تاعي للوحدة. الحزب تاعنا يقدر يكون قوي، باش يجيب لنا ناس جدد. هذه اللي نتمناوها، الابواب تاع الحزب الوطني تكون مفتوحه ان شاء الله. نطلب منك سيد الامين العام، وتعرف شحال نحبوك ونعزوك، تتجاوز كل شيء وتكون الوحده في صفوفنا.